الفتة. الفتة طبق شهي ينسب إلى المصريين والسوريين معا، فما أصلها؟ يقال إن الفتة تعود إلى المصريين القدامى استنادا إلى نقوش على جدران معبد سوبيك، يروى أنها كانت تقدم في عيد الإله بالبلاط الفرعوني. تقوم على حشو خروف بالبصل والبرغل وتزيينه بقطع الباذنجان المقلي وتفتيت قطع من العيش عليه وتسقيتها بالثوم والخل والبصل والمرق. باحثون آخرون يرجعون أصول الفتة إلى مطابخ الفاطميين حين كانت تعد في عيد الأضحى في القصور وتوزع على العامة، لكن رواية أخرى ترجع الفتة إلى الشام. المشترك بين أصناف الفتة هو الخبز المفتت الذي اكتسبت منه اسمها. في مصر تعد بسلق اللحم وتحميص الخبز البلدي في الفرن ثم رشه بالملح والفلفل والزيت والثوم، ثم تقديم المكونات في طبق أرز مغطى باللحم وقطع الخبز والصلصة. في نسختها الشامية تحضر الفتة بإضافة الحمص بدلاً من اللحم وتعرف باسم التسقية. شيئاً فشيئاً أبدع الشوام في تحضير الفتة وأدخلوا عليها إضافات عديدة، فظهرت فتة الفراخ وفتة الشاورما وغيرها. في العراق تسمى التشريب، وتحضر بقلي الخبز وتشريبه بالمرق واللحم والثوم المهروس وتزيينه بالحليب الرائب والبقدونس. هل تعدون الفتة في بلدانكم؟